السلام عليكم، جيسبر تكونوا بخير. قبل ما نبدا لا فيديو كالعاده ما تنساوش تشاركوا في القناه بالضغط على الزر الاحمر وتفعلوا ايقونه الجرس فضلا وما يش امرنا. واذا اول مره تشوفوا القناه تاعي مرحبا بكم في قناه خليل كوزميتيك. ونبداو على بركه الله. اول شيء حبيتكم تدعيوا للوالد تاعي، راهو طارح الفراش، يقول كده دعوتي غريب مستجابة. ونبدأ على بركة الله. وقبل ما نبدأ الفيديو نزيد نذكر بضرورة الاشتراك في القناة إذا أول مرة تشوفوها بالضغط على الزر الأحمر موجود في الأسفل وفعلوا أيقونة الجرس باش يلحقكم كل جديد. ونبدأ على بركة الله مرة أخرى. اليوم حبيت نعجب لكم منتج جديد اللي هو مشط اللحية من العلامة التجارية إنزو. على بالي تقولوا لكم شتو درت من قبل على مشط اللحيه، بصح المشط هذا والله ما شاء الله اسمه شتو، هضروا عليه في الصفحات تاع الفيسبوك، هضروا عليه في هاي، هضروا عليه في جوميا، بزاف اللي هضروا عليه. ما لا قلت انا نسيه ترانشريه، انا اللي شريته اليوم من باتنا، محلات هذو اللي في باتنا. واذا ما وزيد نكون نبعثكم المحل من حيث تلقاو المشط هذا. المشط هذا اذا ما لقيتوش في حال ما لقيتوش في الصفحات، الناس اللي تكون في باتنا الكارتي تاع الشوارع، الكارتي اللي ورا تاع الشوايه وين المحلات اللي يبيعوا هذوك الحوايج تاع الحفافه والحلاقه تاع الرجال النساء تلقاو عندهم المشط هذا. ما لقيتوش بالزيت هذا تاع العلبه وتاع الزيت هذا تقدر تلقاوه وحده، الزيت اختياري، قادر تستعمله قادر ما تستعملوش، كل واحد وكيفاه. بصح انا ننصح بالزيت. خلينا نشوفوا محتوى العلبه. هذا هو محتويات العلبه كما راكم تشوفوا. المشطاني انا درتها في القابس تاع الكهرباء باش نعطيها لكم. تجيكم بزوج مستويات، المستوى الاول 360 والمستوى الثاني 480 كما تحبوا تسمتوما. بغيتوا ديروها على المستوى الاول المستوى الثاني، المستوى الاول المستوى الثاني كما تحبوا. ها تجيكم باللون الزهري الوردي الزهري هذا، هذا لون عصري بزاف الروز جولد. والكابل تاعها شوفوا الخيط تاعها 360 درجه تجيكم هكذا. وتجيكم مع الزيت تاعي ثاني كهديه اللي حكيت عليها. الزيت هذا ندير لكم فيديو عليه ان شاء الله، قولوا نتوما في خانه التعليقات نخليو يجيكم هذا ويجيكم هذا الكتالوج ولا هذا دليل الاستخدام مانيش عارف في المنتج تاع انزو ديما ما يجيش هذا كي. وتجيكم هذه لاكارت، هذه نقول لك بلي احذروا التقليد، احذروا التقليد. ها راح تجيكم هكذا. خلينا نخليو هذو الحوايج هذو على جنب ونروحو نشرحو على المشطة، نشرح لكم على المشطة والزيت. بون نبداو على بركة الله. اول شيء ندورو المشطة تاعنا. ها خليوها تسخن، خليو المشطة تاعنا تسخن، هاي ما تحرقش اليدين. ها لكم. وبالنسبه لهذه تخليوها هي تاعي ما تطورش وكيما نقولوا تسخن معاكم. وثاني حاجه نزيد نبه عليها، كي تستعملوا المشطه هذه ننصحكم ما تستعملوهاش على شعر مبلل. على ما تستعملوهاش على شعر مبلل، قادرين تفسدوها، قادره تفسد لكم مع الوقت. ننصحكم سواء الشباب ولا النساء، قادر حتى النساء قادر يستعملوها كمجفف شعر، بصح طريقه الاستعمال ننصحكم تجفوا الشعر تاعكم بعد الاستحمام ولا بعد الغسيل الشعر اللحيه، تنشفوه مليح وتستعملوا المشط هذا. تقدروا تستعملوا معها ثاني الزيت هذا، الزيت هذه اختياري بصح انا ننصح بالزيت هذا اللي نعيطوا لكم على الاول. ها من العلامه التجاريه انزو، ننصحكم تجربوا الزيت والمشط هذا مع بعضهم، والله ما شاء الله. وشوفوا كيما نقولوا الخيط تاعها واش تخين، وحاجه مليحه هذه، والله حاجه مليحه خير من هذوك الامشاط اللي تشوفهم في علي اكسبر، كيما نقولوا المنتجات الاخرين هذوك الرخاص تاع 120. ننصحكم تشريوا هذه فرد مره وتتهناو وتستعملوها تما مدى الحياه. ولا كان بغيتو تبداو معاكم كيما نصحتكم على الاول، مام هنا في العلبه كنت تلقاو ارشاداتها ويقول لكم هذه هاي اللي تصلح اللي بغيت تصلح الواحد عنده واحد شعره خفيف، اللي شعره خفيف يدير 360، واللي شعره خشين يدير 480. ولا عجبكم ما تنساوش تشتركوا في صفحتي على الانستغرام خالي الكوزميتيك، نخلي لكم الرابط تاعها في صندوق الوصف هي الصفحه في الفيسبوك. وما تنساوش تدعيو لبابا كيما قلت لكم على الاول وطارح الفراش، ونشوفكم في الفيديو الجاي.